بجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام في متابعتنا اليومية لحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة. طبعا احنا كنا ملاحظين على مدار الايام الماضية كان هناك انخفاض الحمد لله في درجات الحرارة، والاجواء كانت مستقرة على مدار الايام الماضية، خصوصا يعني انه الخميس كان اجازة، وطبعا امس الجمعة واليوم، وكل عام طبعا وكل حضراتكم بخير. عايزين نعرف ايه اللي هيحصل، اهم الظواهر الجوية اللي هتشهدها البلاد في الفترة المقبلة، كمان مع عودة الدراسة بداية من غدا الاحد. علشان نعرف كل هذه التفاصيل هتوضحها الينا دكتور منار غانم، عضو المركز الاعلامي بالهيئه العامه للارصاد الجويه. تحياتي لحضرتك دكتور منار. اهلا بيكي يا استاذه جرمين، واهلا بكل متابعي تلفزيون اليوم السابع. اهلا بحضرتك وكل سنه وحضرتك طيب. حضرتك دايما مشرفانا ومنورانا في تلفزيون اليوم السابع يا فندم. شرف ليا يا فندم، وكل سنه وحضراتكم طيبين وبخير يا رب. دكتور طمنينا، وفي ناس كتير منتظره يعني سقوط الامطار امتى، والاجواء الشتويه دي يعني ليها عدد كبير جدا الحقيقه من المحبين، ناس كتير بتحب الاجواء الشتويه. عايزين نعرف كده ايه تفاصيل الفتره اللي جايه، لكن خلينا نبدا بحاله اليوم، ايه الجديد؟ بالفعل احنا يعني بنشهد استمرار انخفاض درجات الحرارة على اغلب انحاء الجمهورية بسبب تأثرنا بكتل هوائية قادمة من جنوب غرب اوروبا مرورا بالبحر المتوسط، بالاضافة كمان امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا. المنخفض الجوي لطبقات الجو العليا بيعمل على عدم الاحساس بوجود نسب رطوبة في الجو. تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة على مدار اليوم بتحجب جزء من اشعة الشمس، فبتساعد على الاحساس بانخفاض درجات الحرارة. الأجواء اليوم فيها العظمى متوقع تكون على القاهرة الكبرى 29 درجة مئوية، يعني احساسنا بالطقس خلال فترة النهار وطقس مائل للحرارة على أغلب المناطق الشمالية، سواحلنا الشمالية، محافظات الوجه البحري، القاهرة الكبرى، حتى محافظات شمال الصعيد. أجواء حارة على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار. مع دخول فترات المساء هيكون في نشاط للرياح، يمكن احنا بنحس بيه على فترات من اليوم. نشاط الرياح ده بيقلل دايما احساسنا بارتفاع درجات الحرارة، او بيخلينا نحس اكتر بانخفاض درجات الحرارة، انخفاض نسب الرطوبة، فبيساعدنا على الإحساس بالأجواء الخريفية. مع دخول فترات الليل وغياب أشعة الشمس درجات الحرارة أيضا بتنخفض بشكل ملحوظ، وهنلاقي الفرق الكبير بين درجات الحرارة فترة النهار وفترة الليل، خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر. الأجواء في أول ساعات الليل أجواء لطيفة تماما، الساعات المتأخرة من الليل بقى فيها بعض البرودة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، لأن الصغرى خلال فترات الليل بتوصل ل 21 درجة مئوية، دي أقل درجة حرارة بنسجلها خلال فترة الليل. فإحنا خلال هذه الأيام بنشهد انخفاض في درجات الحرارة، أجواء خريفية تعتبر درجات الحرارة فيها حول المعدلات الطبيعية، بالإضافة كمان إن إحنا مع فرص تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على سواحلنا الشمالية، في طبعا فرص سقوط أمطار، ويمكن هي سقطت بالأمس وكمان الساعات الأولى من صباح اليوم على بعض المناطق من مطروح، الإسكندرية، شمال البحيرة، الكفر الشيخ، الدقهلية، كمان بعض المناطق من سواحلنا الشمالية الشرقية زي دمياط، بورسعيد، رفح، العريج. الأمطار كلها أمطار ما بين الخفيفة إلى الخفيفة ومتوسطة على فترات متقطعة من اليوم، يعني ممكن ليها خفيفة في مناطق، مناطق تانية خفيفة إلى متوسطة، لكن أغلب الأمطار غير مؤثرة تماما على أعمال بس ده خبر سعيد يا دكتور، خبر سعيد وناس كتير هتحتفل بهذا الخبر. الأمطار طيب مستمرة لحد يوم إيه أو لحد إمتى؟ هو متوقع معانا غدا كمان استمرار فرص سقوط الامطار الاحد ان شاء الله، فرص لسقوط الامطار هتكون امطار خفيفه ايضا على سواحلنا الشماليه وشمال الوجه البحري، مع استمرار طبعا انخفاض درجات الحراره اللي هيكون ما بين ال 28 وال 29 درجه مئويه على مدار هذا الاسبوع كله ان شاء الله، واستمرار وجود نشاط للرياح، يمكن كمان نشاط الرياح هيؤدي لاضطراب حركه ملاحه بحريه على البحر الاحمر، ارتفاع الامواج هيكون ما بين ال 2 وال 2.5 متر، لكن البحر المتوسط حصل طبعا اعتدال في ارتفاع الامواج، وارتفاع الامواج فيه من 1 لـ 1.5 متر، نقدر نقول البحر المتوسط مؤهل لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه، ناخد بالنا بس من تعمق داخل البحر الاحمر. بس خبر الامطار ده مش عايزين يعني نفوته كده، لان ده خبر هام جدا الحقيقه، وناس كتير منتظره سقوط الامطار، ممكن نقول لهم يقدروا بقى ايه يتجهوا للسواحل الشماليه. طيب دكتور خليني اسالك، متوقع ان درجات الحراره هتقل بمعدل قد ايه بالظبط خلال هذه الأيام والأيام القادمة؟
يعني احنا على مدار هذا الاسبوع يعني هيحصل انخفاض طفيف في درجات الحراره بحوالي درجه، يعني غدا متوقع العظمى تكون 28 درجه مئويه، يعني تعتبر ال 28 وال29 احنا في المعدلات الطبيعيه لشهر 10. وارد جدا يحصل بعد انخفاض درجات الحراره، احنا بنقول مكمله معانا ان شاء الله على الاقل لبدايه الاسبوع القادم، وارد يحصل ارتفاعات في درجات الحراره لان احنا لسه في النص الاول من فصل الخريف، لكن مش هيكون بالشكل الكبير اللي شاهدناه خلال الايام الماضيه او اللي شاهدناه في شهر 9، لان اصلا معدل درجات الحراره في شهر 10 بيكون اقل طبعا من معدل درجات الحراره من شهر 9 بالظبط. خلاص، ونقدر نقول انه ما فيش ارتفاع مره اخرى في درجات الحراره خلال الفتره القادمه. لا نقدر نقول لو ممكن وارد يحصل، لكن مش هيبقى بالشكل الكبير، وطبعا مش هيبقى يعني بالمدة بمعدل الطويلة اللي احنا قد شاهدناها. ايه؟ معدل الارتفاع ممكن يكون اعلى من المعدلات بحوالي 3 4 درجات، ممكن توصل ل5 درجات، لكن يعني معناها ان العظمى ممكن توصل ل 33 34 درجه مئويه، فمش هيبقى بالارتفاع اللي احنا حسيناه خلال الايام الماضيه، لان احنا كنا الايام الماضيه بنسجل درجات حراره 37 درجه مئويه ارتفاع في نسب الرطوبه. لا خلاص احساسنا بنسب الرطوبه ان شاء الله هيقل بشكل كبير جدا خلال الايام القادمه، لان احنا في اغلب ايام فصل الخريف بيكون في تكاثر للسحب، فمعناها ان كميات الرطوبه كلها في طبقات جو عليا ما بتأثرش على الطبقات القريبة من سطح الأرض، فما بقاش فيه إحساس كبير بنسب الرطوبة. طيب إيه أبرز النصائح اللي حضرتك تقوليها للسادة المواطنين؟ طبعا اهم نصيحه، احنا فتره تقلبات جويه حاده وسريعه، الخريف دايما معروف ان احنا بنشوف الاربع فصول في اليوم الواحد، تقلباته الجويه والتغير في التنبؤات الجويه بتتغير بصوره يوميه، فمهم جدا المتابعه اليوميه للنشرات الجويه، دايما قبل ما نخرج من البيت نعرف حاله الجو ايه ونبدا نتعامل مع اي ظروف جويه مختلفه، نختار نوعيه اللبس بعنايه خلال الايام القادمه، لان احنا فترات النهار هنحس ببعض الدفء، فترات الليل هنحس ببعض البروده، فمهم جدا للاطفال لهم قطعة ملابس إضافية، إحنا لو هنخرج في الساعات المتأخرة من الليل أو هنرجع هنطلع في الصباح الباكر معانا قطعة ملابس إضافية، جاكيت خفيف شال لما نحس بانخفاض درجات الحرارة نرتديه. المناطق اللي بيبقى فيها سقوط أمطار، السادة قائدي المركبات والمسافرين على الطرق مع سقوط الأمطار على الطرق السريعة مهم جدا القيادة بهدوء تام ونتبع كافة تعليمات المرور. تمام، دكتور منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك الدائم معانا. شكرا يا فندم، شكرا ليك. إلى هنا تنتهي متابعتنا اليومية لحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، طبعا كل الشكر موصول لحضراتكم على طيب المتابعة، وكونوا معنا دائما على شاشة التلفزيون اليوم السابع، إلى اللقاء.